نظراً لما يشكله البطيخ الأحمر في سوق البذور بالمغرب من أهمية بالغة، وحرصاً منها على إيجاد وتطوير أصناف جديدة من البذور تلبي حاجية المزارعين وتستجيب لمعايير الأسواق الوطنية والدولية، نظمت شركة أغرين ماروك يوماً حقلياً بمنطقة تسمومين بإقليم زاغورة. هذا اللقاء الذي حضره أبرز المزارعين عرضت من خلاله الشركة نتائج تجربة زراعة صنفها الجديد من البطيخ الأحمر الذي سوف تستقبله الأسواق الموسم القادم. هذا الصنف المسمى برمسيس، بالإضافة لكونه جد مبكر، تميز في هذه الضيعة بجودته العالية ومردوديته الكبيرة ومقاومته للظروف المناخية الصعبة التي مرت منها زاغورة خلال بداية الموسم. اليوم مولود جديد ينضم إلى القائمة اللي هو صنف رمسيس. هذا الصنف هذا فيه مميزات لأنه يخلي اللحن أنه يدخل للسوق بسرعة، تكلفة أقل، إنتاجية جيدة وجودة عالية، وهذا الشيء اللي مطلوب في ظل الظروف الحالية من ارتفاع أسعار المدخلات وكذلك تقلبات المناخية، لأن الفلاحة خصهم واحد الفاريتي اللي تدخل المارشي بكري بتكلفة أقل، إنتاجية جيدة وجودة أعلى من ناحية الشوفة ديالها، ولا من ناحية حتى في الجو اللي تغرسات فيه والعام راك عرفتوه بارد. وبهذه المواصفات وحسب شهادة المهنيين فإن رمسيس قد يحتل الصدارة على أعلى قائمة الأصناف الموجودة في السوق حتى الآن. هذا المجال أنا فيه تقريبا شي 12 عام وأنا في هذا المجال ديال زراعة البطيخ الأحمر، زرعته بطار ونصف السلعة ديال رمسيس. بالمقارنة لهذه السلعة الأخرى فهو مزيان لا من ناحية الجودة ديالو ولا من ناحية الكيليبر، هو تيكون كبير مزيان وتيصبر حتى البرد ما تأثرش فيه البرد، والمقارنة مع سلعات أخرين هو أحسن. زرعنا واحد ثلاثة الماركات أخرين ديال السلعة، هو راه صدق أحسن منهم، يعني هما سابقين وهذا تلا عليهم بجوج سيمانات، دابا راه هو واجد وهما مازال ما واجدينش، وحتى في أسميتو حتى في الحجم ديالو هو كبير، حتى في الحجم ديالو هو صدق مزيان وكبير، أحسن منهم يعني راه البرد هو ما شدش فيه. وبالنسبة للأمراض كيقاوم، ما حتى شي مرض ما أثر عليه. أنا بغيت نقول أنا كاين فرق بزاف ما بينها وبين المارك الآخرين اللي كنغرسوهم هنا في هذه المنطقة هذه. أولا من ناحية البوا وسميتو التبكير بالمقارنة مع الآخرين، مع اللي مارك الآخرين الحبات ديالها كلهم غيتجنوا في نفس الوقت، ماشي بحال اللي مارك أخرين اللي كتجني مثلا 21% وكل مرة كترجع كتجني وجات بريكوس مقارنة مع السلعة الأخرى، وهذا هو واحد لافونتاج بالنسبة للفلاح وبالنسبة حتى للشركة ديال الإكسبور. باش نكونوا قراب للفلاحة ونجيبوا لهم الجديد والحاجة اللي ما غاديش تضيعهم وغادي يربحوا فيها، وكما كتشوفوا العيب ديال البحيرة تفتشها. صنف رمسيس هو واحد الصنف اللي كيتميز بزاف ديال المميزات. المميزة الأولى اللي فيه هو فاش كيوجد كيكون أوموجين، كيكون عنده الكاليبر مزيان، يعني تقدر دير واحد الجنية وما تحتاجش يعني تعاود تتنى 20 يوم باش تعاود جنية أخرى مقارنة مع الأصناف الأخرى. كيتميز كذلك بجودة ديال الطعم ديالو والحلاوة ديالو ولا كونسيرفاسيون ديالو. وحاجة أخرى اللي كيتميز بها صنف رمسيس مقارنة مع الأصناف الأخرى اللي في السوق هي التبكير، يعني أكثر تبكير هو رمسيس لحد الساعة في جميع المناطق ديال المغرب. كنلاحظوا في المنطقة ديال الغرب والشمال أنه كيوجد تقريبا في 60 حتى 70 يوم، في المنطقة ديال طاطا زاغورة كيوجد تقريبا في 3 شهور حتى 110 نهار. وهذا واحد الإيجابية ديال هذا الصنف مقارنة مع الأصناف الأخرى. البريكس ديالها كيوصل ما بين 12 حتى 13، ويعني واحد البريكس اللي هو مهم جدا وحبدوه الفلاحه. حاجه اخرى كيمتاز بها صنف رمسيس هي واحد لاكوش واحد البودر كيكون فوق الجلده ديالو، هذا كتحميه من الحراره وكتعطيه حتى واحد فاش كيدوز عليه الخدام وكيجنيه، ومع داك اللمس ديال الحبه كتولي كترجع بريون فاش كتحيد ليها ديك الغبره اللي على القشره ديالها، وهذا راه سي تافونتاج حتى هو بالنسبه للمناطق اللي فيها الحراره زايده. الطوناج تقريبا بالناس اللي كيخدموا ب 3000 في لا دونسيتي ديال 3000 بار هكتار غيقدر يدير 70 حتى 80، وكاينه واحد لا مويان ديال 45 طن حتى 50 حتى 60 طن، وكيبقى هذا الشيء على حسب عاوتاني لا كوندويت تكنيك ديال اي فلاح. وحبدوها المجموعه ديال الفلاحه يعني بالاراء ديالهم، وهذا كيبشرنا بالخير. واغرين ديما كتجيب الجديد وكتجيب باش ساتيسفي لو بوزوان ديال الكليان ديالنا.
الله.